هذا وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ فايز عباس وهو مختص بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بك أستاذ فايز. مساء الخير. يعني أولا دعني أتطرق أو أبدأ في قضية هذا القانون، مشروع القانون، ما هي حظوظه بأن يمر اليوم في التصويت، وهل هناك من تفاهمات جديدة بين في المفاوضات بين المعارضة والائتلاف؟ عمليا هذا القانون هو يريد اعطاء او منح الجنود خاصة من الوحدات القتالية منح دراسية في الجامعات تصل إلى 60%، لكن المعارضة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو هي لا تريد أن تصوت على أي قانون حتى وإن كان يخدم الجنود مع الائتلاف الحكومي، وبهذا هم يريدون إسقاط هذه الحكومة أو على الأقل يعني تقليص إمكانية أن يتم إقرار مثل هذه القوانين التي من شأنها رفع أسهم هذا الائتلاف في الشارع الإسرائيلي اليميني. لكن عمليا نتنياهو أعلن بأنه يريد أن يحصل هؤلاء الجنود على 100% من المنحة. طبعا هذا يعني هو أراد إيجاد مبرر لعدم التصويت لصالح هذا القانون، لأن نتنياهو يعني يعلم جيدا أنه إذا لم يصوت مع هذا القانون هو سيدفع الثمن مستقبلا بكل ما يتعلق بالتصويت في الانتخابات القادمة. لكن هو منذ عدة أيام هو وكافة أعضاء الائتلاف الحكومي يرددون نفس الجملة، وهي أنهم يريدون 100%، ويعدون الجنود بأنهم إذا عادوا إلى السلطة سيقرون قانون يعني يمنح، سيكون أول القوانين التي يعني يشرعونها بمنحة 100%. ولكن دعني أسألك عن رئيس الحكومة نفتالي بنت، الذي يعني صرح سابقا بأن عدم تمرير هذا القانون لن يمس بالائتلاف. هو في مكتبه يعاني من حالة فوضى كبيرة، من حالة صراع بين الموظفين أو موظفيه في مكتبه، وأيضا من النصائح التي أدت إلى كوارث سياسية في موقفه وفي شعبيته في إسرائيل. كيف تقيم عمل هذا رئيس الحكومة، وهل سيؤثر هذا على عمله ونشاطه في مثل هذه الأزمات؟ يعني عمليا ما يحدث في مكتب نفتالي بنت في الأسابيع الأخيرة واستقالة المستشارة السياسية له شمريت مئير، وكانت هي من يعني هي معروفة جدا كصحفية، وهي طبعا هي تقف إلى جانب نتنياهو منذ فترة طويلة، لكن الخلافات داخل مكتب نتنياهو بينها وبين رئيس طاقم مكتب داخل مكتب نفتالي بنت. نعم عفوا، يعني نتنياهو بعده نتنياهو رئيس مكتب طاقم نفتالي بنت الذي يعمل معه أيضا منذ سنين طويلة، والخلاف بينهما كان أن المستشار أرادت أن تضع نفتالي بنت في المركز لكي تحصل على أصوات من المركز، والآخر يعني رئيس طاقم الموظفين هو يميني متطرف جدا وأراد أن يسحب نفتالي بنت إلى اتخاذ قرارات يمينية بكل معنى الكلمة، من كان من استيطان أو غيره. هو معروف أنه هو مقرب من شاكيد وأورباخ، وهم من طبعا الصقور لحزب يمينة، لكنه هو أيضا غير راضي عن أداء نفتالي بنت. هو استطاع أن يطرد بين هلالين شمريت مير، وبعد طردها هو أراد أن يترك رئيس الحكومة الإسرائيلي، والسبب هو التعاون بين
نعم. الائتلاف الحكومي خاصة يائير لافيز مع الدكتور أحمد الطيبي يعني المشتركة في قضية يعني تصليح شوارع بقيمة 200 مليون شيكل. هذا الذي دفع هذا الرئيس الطاقم هذا للاستقالة لتقديم استقالته، ولكن هذا هذا يدل شيء ما على شخصية نفتالي بنت الذي يبدو أن كل الأطراف تتجاذبه وهو يفشل في كل مهمة أو في كل أزمة جديدة. يعني هو حتى الآن هو لم يفشل بالمفهوم الكلاسيكي لكلمة فشل، ولكنه يقدم التنازلات تلو التنازلات، وتبدو طبعا الانتخابات شبه يعني مؤكدة في نهاية يعني المطاف. عمليا حتى هذه اللحظة هو ما زال رئيسا للحكومة، وعلى الرغم من انسحاب عضوة الكنيسة عديد سلمان، وفي الأيام الأخيرة كانت غيداء ريناوي الزعبي ووجود تهديد أوربخ أيضا الذي يتأرجح. أوربخ وشاكيد لا يستطيعون أن يتركوا نفتالي بنت في هذه المرحلة لعدة سبب. السبب الأول هو الخوف من أن يعلن عنهم يعني كمنشقين عن وبالتالي لا يتمكنوا، لكي لا يتمكنوا من خوض الانتخابات في أحزاب قائمة. لذلك هو عندما طبعا قرر أن هناك عضو كنيسة تم الإعلان عنه من حزب يمينة كمنشق ولا يستطيع خوض الانتخابات، وهذه كانت رسالة عمليا لكل أعضاء حزب يمينة الذين يعني يفكرون أو يريدون ترك هذا الائتلاف الحكومي لأسباب سياسية أو للتعاون. يعني عمليا يعني إذا ما رأينا أن الرئيس طاقم مكتب نفتالي بنت أيضا أعرب عن معارضته الشديدة خلال هذه الفترة منذ تشكيل الحكومة لدخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي، هو من نوعية سموتريتش وبن جفير في آرائه السياسية، ولكن هو يرفض أي تعاون مع أي عرب قائمة عربية، حتى أنه يعني مش معجبه أنه الموحدة دخلت إلى الائتلاف الحكومي، وهذا أحد أسباب يعني استقالته. يبدو أنه قرار آخر نفتالي بنت يخطئ في اختيار مستشاريه ويخطئ. لا هو لم يخطئ، عفوا هو هذا المستشار أو رئيس الطاقم يعمل مع نفتالي بنت منذ أكثر من 10 سنوات. نعم، ولكن بدخوله إلى حكومة متنوعة بهذا الحجم وبقائه تحت سيطرته، هل تجد بأن هذا كان قرارا حكيم؟ نعم، يعني المشكلة لهذا الرئيس الطاقم هو مع العرب وليس مع اليهود، يعني أحزاب الحزب يسار كما أو كما يسمونه حزب يساري مثل حزب ميرتس وحزب العمل والحزب مع المركز حزب يش عتيد برئاسة لافيد، لكن هذا لا يعني أن نتنياهو يعني أنا أفرض نتنياهو دائما برجع نتنياهو من كثر ما سبيت عليه. 12 عاما جلس بنيامين نتنياهو في كرسي رئيس الحكومة. أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ فايز عباس.